إيفون ما بتمشيش يا نادر. هدفنك يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، وزي ما وعدناكم قبل كده ان ملف الماسونية والملف الشائك هيكون فيه ملفات ملحقة بنمسك فيها اجزاء، مش ملف عام ولكن بيبقى ملف خاص شوية، بنتكلم عن حاجة محددة طول حلقتنا. والنهاردة هنتكلم عن شخصية تطرقنا ليها في ملف الماسونية، ولكن في تطورات كتيرة طرأت عليها في الفترة اللي فاتت. دكتورة مايا صبحي. دكتورة مايا صبحي من الناس اللي ملف الماسونية مرتبط بيهم، لأنها بتعتبر من أوائل الناس اللي اتكلموا وبعد كده اختفت. لكن احنا النهاردة جايين لكم بمعلومات غريبة شوية. من بعد ثورة يناير 2011 بدأنا لأول مرة نسمع كلمة ماسونية، وبدأت تتردد على لسان شخصيات عامة وفنانين زي الفنان عمرو مصطفى وغيرهم، وبعض شركات المحمول اللي اتهمت بأنها بتروج للماسونية أو إحدى الشركات تحديدا، وكمان شخصية بتظهر في البرامج برضو اتهمت وأسقط عليها أنها بتقدم برامجها وفيها إسقاطات للماسونية. كان في الوقت ده لعدم إدراكنا وعدم فهمنا ليها كنا بنتعامل مع كلمة ماسونية إنها مادة للسخرية، خصوصا اللي كانوا بيتكلموا ما كانش ليهم مصداقية كبيرة عند أغلب الناس. كانوا بيقولوا عليهم دماغهم شطحت، وزي ما بيقولوا كده الكلمة اللي بنقولها إن هم بيهبدوا في الكلام وخلاص. وكان في برامج ساخرة بتعتمد على اللي بيتقال على الماسونية كمادة ثرية للسخرية، منها برنامج زي دكتور باسم يوسف مثلا، اللي خلانا برضو ناخد الموضوع بسخرية وطريقة أكتر. وكنا في الوقت ده فعلا بنضحك ونهزر، ولو حد فينا سأل التاني هو يعني ايه ماسونية هنقف هنهنك. كل اللي نقوله جايبين الكلام ده منين؟ الناس دي شطحت قوي للدرجة دي؟ وفضل الوضع زي ما هو لحد سنة 2013، لما ظهرت علينا لأول مرة دكتور مايا صبحي المتخصصة في الماسونية، زي ما عرفها الأستاذ الإعلامي الكبير الراحل إبراهيم حجازي رحمة الله عليه في برنامجه دائرة الضوء. استضافها في حلقة، وكانت البداية أن الفكرة هتكون حلقة، ولكن الحلقة جرت حلقة وحلقة وحلقة لحد ما تحولت لسلسلة طويلة من اللقاءات للحديث عن الماسونية ومخططاتها. وبدأت الناس تحس انه لا، الكلام كده بجد، ده مش كلام في الهوى، ده شكله بجد يا جماعة ولا ايه؟ وبدأ تدريجيا الناس تبدأ تقرأ وتبحث عن الماسونية ويتابعوا حلقات دكتور مايا صبحي ويعرفوا اكتر واكتر. وكان طبعا في بعض لسه مش مصدق وبيقولوا انه ده كلام فارغ ونظريات مؤامرة، وحصل هجوم على البرنامج ان ازاي البرنامج يروج لمثل تلك المؤامرات او الحاجات الفارغة، وده لحد دلوقتي مستمر على فكرة. طب انا احب اقول لكم ان لقاءات دكتور مايا صبحي مع الاستاذ الراحل ابراهيم حجازي نجحت واتسمعت جدا بعد ما اتزاعت بمدة كبيرة، مش في وقت اذاعتها، بعد ما الناس بدأت تدرك ان في كيان فعلا اسمه الماسونية ويجب الانتباه والالتفات ليه. الحقيقة احنا مش هنتكلم النهاردة عن الماسونية في حد ذاتها، لان احنا تطرقنا ليها في 9 ملفات شائكة، ولكن لسه عندنا فيها كتير. لكن هنتكلم عن دكتور مايا صبحي تحديدا بكل التفاصيل الممكنة، من أول ظهورها وأهم الحاجات اللي قالتها من خلال حلقاتها مع أستاذ إبراهيم حجازي واختفائها المريب والنظريات اللي اتقالت عن الاختفاء والعودة، وصولا لكشف حقيقتها من البعض،
وهنعرف خلال ملفنا النهاردة هل هي اختفت فعلا ولا لسه موجودة واخفت بس هويتها، وايه السبب ورا كل ده. خلونا نبدأ بالحاجات اللي دكتور مايا قالتها عن الماسونية في حلقاتها ضمن برنامج دائرة الضوء. قالت ان الماسونية بتجند العلماء والافلام وكل الوسائل الممكنة بما فيهم ناسا للترويج للافكار اللي هم عاوزين الناس تؤمن بيها، وانتاج الافلام اللي بتروج لفكرهم. وقالت ان معنى كلمة هوليود اصلا وترجمتها الحرفية هي الخشب المقدس، وده احد طقوس الكابالا لسحر العيون. وعلى فكرة احنا اتكلمنا عن الكابالا بالتفصيل في ملفات سابقة للماسونية وغير الماسونية. وإن أفلام الخيال العلمي خصوصا أفلام الكوارث ونهاية العالم غرضها الأساسي تأهيل الناس اللي هيتفرجوا عليها وقيادة فكرهم للسيطرة على ردود أفعالهم وقت حدوث الكوارث، ووراه خبراء نفسيين لاستقبال أفكارها في العقل الباطن والاستعداد ليها، بل عند البعض يوصل الموضوع للمرض وتمنيها، أيوة يتمنوا نهاية العالم. وقالت ان طول ما احنا بنتفرج على التلفزيون او بنسمع مزيكا فاحنا بنتعرض لالاف الرسائل المشفرة اللي بتستقر في العقل الباطن من غير ما العقل الواعي يحس بده. وقالت ان التاريخ الميلادي اللي كلنا معتمدين عليه لحد دلوقتي في العالم هو تاريخ زائف وخاطئ وتم تزييفه عن عمد، وان طبعا الماسونية والمنظمات التنويرية هم اللي ورا ده، وان هما اللي ورا النبوءات اللي بتطلع كل شويه لنهايات العالم علشان يلعبوا بمعتقدات البشر، وان من اهدافهم تجهيل الناس وخداعهم. دكتور مايا صبحي اتكلمت عن فيلم افاتار يا جماعه، وقالت انه مش مجرد فيلم خيال علمي ولكنه مشروع بنفس الاسم لوكاله ناسا ووكاله داربا، وان المدينه اللي فيه مش مدينه في الفضاء ولا حاجه ولكنها مدينه في جوف الارض اجناسها شبه شخصيات افاتار بالظبط. وبالمناسبه وكاله داربا هي وكاله مشاريع البحوث المتطوره الدفاعيه، وهي تتبع لوزاره الدفاع الامريكيه ومسؤوله عن تطوير التقنيات للاستخدام العسكري. ودكتور مايا صبحي قالت عن الوكاله دي انها قدرت تطور تكنولوجي متقدمه بحثيه تقدر تخترق تفكير أي حد وتتجسس عليه داخليا مش خارجيا، يعني بالبلدي تقرأ الأفكار. وده اللي خلانا نفكر فعلا في كم مرة كنا بنفكر بيننا وبين نفسنا في حاجة وبعدها نلاقيها قدامنا على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما اتكلمنا في الملف اللي فات، أو يظهر إعلامها قدامنا من غير ما نتكلم ومن غير ما نكتب ومن غير أي حاجة، بتظهر مجرد ما تفكر حضرتك بينك وبين نفسك، او لما يحصل في حياتك موقف معين وتبقى بتفكر فيه ففجأة يظهر قدامك على فيسبوك وتويتر بوست بيتكلم عنك وعن الموقف اللي انت كنت بتفكر فيه، وكأن كل الناس بتمر بنفس الموقف. اللي اتذكر في حلقات دكتور مايا صبحي ان ده بيتم من خلال اجهزة اسمها نيوروفون، بتبعت اشارات كهرومغناطيسية من خلال الودان والعيون وبتدخل على طول على المخ، وبتقدر تتحكم في أفكارك بالظبط زي وسوسة الشيطان. وللي ما يعرفش الشيطان بالفعل ليه طاقة كهرومغناطيسية، فيتهيأ لك مثلا إن حد عدى من وراك أو إنك سمعت حاجة ومفيش حد بيكون حس بحاجة ولا سمعها غيرك، وده بيتسبب في إن ناس كتير بتكون سليمة ولكن بتتوهم بإنها ملبوسة وممسوسة والحاجات اللي احنا بنقولها كتير دي. قبل ما نكمل كلامنا عن دكتور مايا صبحي خلينا أعرفكم بمشروع أفاتار اللي ذكرته في أحد اللقاءات. المشروع مش بس مشروع أسلحة روبوتية ولكنه مشروع للصور المجسمة الموصولة لعقل الإنسان باستخدام الهندسة العكسية وموجات الدماغ، وبيأملوا أن من خلال المشروع ده الإنسان ممكن يوصل للخلود حسب اعتقادهم الزائف طبعا، وده هيكون بحلول 2045. مشروع أفاتار بيتكون من 4 مراحل وهو مشروع مشترك بين روسيا وأمريكا. المرحلة الأولى بتحمل اسم الصورة الرمزية المجسمة، ودي المفروض تكمل يعني اكتمالها بيكون في 2020. ولو مش واخد بالك فهي كملت، معظم الناس على فيسبوك عملت أفاتار شبه شكلها وبيستخدموه في الستيكرز على أساس أنه حاجة كده للتسلية فور فان يعني، بس الحقيقة بما انك عملت افاتار واخترت شكله وحددته باسمك فانت كده وافقت ومضيت على عقد افتراضي بيقول ان الافاتار بتاعك وبيخصك. في البداية انت اللي هتكون متحكم فيه
ولكن بعد شوية هيكون شخصية مستقلة وكأنها قارين. قارينك اللي عارف عنك كل معلومة من بروفايلك، فيسبوكك، تويتر بتاعك، انستجرام، كله. عارف مين قرايبك، عارف مين صحابك، بتحب تسمع مين، تسمع ايه، تتفرج على ايه، بتكره ايه. عارف توجهاتك، عارف وجهات نظرك اللي بتشاركها كل يوم من خلال السوشيال ميديا. حتى لازمات كلامك هو عارفها. انا بكلمك عن الافاتار اللي اخترته لنفسك، وبعد شوية ممكن الافاتار ده يبدأ يتصرف بدلا من حضرتك. وعلى فكرة الافاتار ده مهما عملت مش هينتهي ولا يتمسح ولا بيموت، وممكن بعد عمر طويل يعني لما احنا نموت يتعامل هو بدال منا ويكلم اهالينا وصحابنا بنفس اسلوبنا وشخصياتنا. ده كلام دكتور مايا صبحي. المرحلة التانية من مشروع افاتار فالمفروض تتم بشكل كامل خلال سنة سنتين بالكتير، بيقال 2025. وفي المرحلة دي هيتم زرع وعي الانسان في الافاتار اللي بنتكلم عنه. وفي المرحلة الثالثة هتبدأ في 2030 والمفروض تكتمل 2035، هيتم من خلالها نقل وعي وذكريات وعواطف ومشاعر الإنسان بعد وفاته للأفاتار الخاص به. أما المرحلة الرابعة فهتكون هي المرحلة الأخيرة، هيتم العمل عليها من 2040 وصولا ل 2045، وهتكون صورة ثلاثية الأبعاد شبيهة جدا بالإنسان. ويكتمل المشروع بإنشاء جيل من الذكاء الاصطناعي المماثل والمطابق للإنسان، وبيفكر بنفسه بدون أي تدخل خارجي. نرجع لموضوعنا ونكمل اللي قالته دكتور مايا صبحي. اتكلمت عن مشروع الجن الفضائي اللي بيشمل منظومة أقمار صناعية متناهية الصغر عددها يفوق 500 مليون قمر، متعاونة مع منظمة أيشلن اللي بتقودها وكالة الأمن القومي الأمريكية، ومنظمة هارب اللي اتكلمنا برضو عنها قبل كده في ملفاتنا الشائكة، ومع مشروع الشعاع الأزرق اللي برضو اتكلمنا عنه قبل كده في ملفاتنا الشائكة. الأقمار دي زي ما قال الدكتور مايا صبحي في حلقتها مع دكتور إبراهيم حجازي، بيتم نشرها على مسافات متباعدة في الغلاف الجوي، وليها قدرة عالية جدا على التصوير ثلاثي الأبعاد وتحليل الأصوات والأطياف، وتقدر تستهدف أي حد من بصمة صوته، وليها القدرة كمان على التداخل مع العقل وقراءة الأفكار والسيطرة على المخ وتوجيهه، بحيث تلاقي نفسك بتعمل حاجات انت مستحيل كنت تعملها، او بتقول حاجات وانت مش عارف ازاي قلتها، ازاي انا قلت الكلام ده. وده ذكرناه لو تفتكروا في الجزء التاسع من ملف الشائك اللي اتكلمنا فيه عن أقمار ستارلينك. ارجع للملف الشائك وانت تسمع كل هذه التفاصيل. دكتور مايا صبحي ذكرت كمان ان الفترة من 2020 ل 2025 هيكون في حروب ابادة للتخلص من 80-90% من سكان الارض، بحيث يصل تعداد سكان الارض لمليار نسمة، وهو ده بداية مشروع المليار الذهبي وبداية تطبيق النظام العالمي الجديد اللي هيكون فيه طبقة للسادة وطبقة للعبيد، وبرضو اتكلمنا عنه لو تفتكروا بالتفصيل. دكتور مايا صبحي اتكلمت ان في حاجات كتير تم طمسها من التاريخ المصري القديم عن عمد، وقالت ان الهرم الاكبر عمره اكتر من 10,000 سنة قبل الميلاد مش زي ما بيقال، وان في برديات مهمة اتسرقت من مصر بتثبت اصول علوم الرياضيات الحديثة للمصري القديم، وفيها اثبات ان المصريين القدماء هم اول ناس اكتشفوا حساب المثلثات مش فيثاغورث، وإن فيثاغورس أصلا خد علم المثلثات من مصر القديمة، وإنهم كمان كانوا بيستخدموا المتتاليات العددية والكسور، والبرديات المسروقة دي بتثبت إن المصري القديم هو أصل العلوم في الرياضة والهندسة الحرة والكهرباء الاستاتيكية، وبعض منها معروض في المتحف البريطاني ومتحف برلين وموسكو، وبعضها تم إخفاؤه تماما لطمس معالم الحضارة المصرية. ده غير النواحي الطبية عند المصري القديم، يعني مثلا في معبد رمسيس الثالث في تكبير لشكل الحيوان المنوي وكاتبين ان هو المسؤول عن الذكر والانثى. تقدروا تقولولي عرفوا شكل الحيوانات المنوية ازاي؟ طب هم شافوا ده ازاي من غير مايكروسكوب؟ وقالت ان المسلات كانت بتستخدم كعمدان اضاءة وكانت بتستقطب الكهرباء اللاسلكية.
دكتور مايا صبحي ذكرت إن في 700 هرم حول العالم كلها مقامة على خطوط الرعي اللي بتحمل خطوط القوى المغناطيسية والقوى الأثيرية للأرض والنقاط الدوامية، وهي تقاطع خطوط الرعي. وذكرت إن مصر لوحدها فيه عندها منهم 110 هرم لوحدها، وقالت إن الهرم الأكبر مقام على واحدة من أكبر النقاط الدوامية على الأرض، وقالت إن الأهرامات ما كانتش أبداً معمولة كمقابر للملوك، ولكن الشكل الهرمي ليه خصائص بتساعد في تكوين طاقة كهرومغناطيسية عالية جداً، خصوصاً مع وجودها على النقاط الدوامية. دكتور مايا أكدت إن الهرم كان بيستخدم الطاقة الحرة في توليد الكهرباء، وإن كان في طاقة نووية، وكان في مولدات لأشعة مايكروويف عالية الطاقة، وفي إثباتات كتير على ده وأدلة لا يمكن نفيها. وذكرت كمان أن الهرم الأكبر كان فيه سبيكة من الموصلات الفائقة كانت بتطلق الطاقة القصوى للهرم لإضاءة مصر بالكامل، وقالت أن السبيكة دي كانت موجودة في صندوق جوه الهرم. الناس بتعتقد أن الصندوق كان فيه جثمان الملك خوفو وأنه اتكسر واتسرق اللي فيه، ولكن الحقيقة حسب تأكيد دكتور مايا صبحي أن السبيكة هي اللي كانت جوه الصندوق واتسرقت في فترة خروج اليهود من مصر في عصر سيدنا موسى عليه السلام، شايفين من زمان قد إيه؟ وأن اللي ورا ده كان مين؟ كان السامري، وأن فرعون لما تتبع اليهود هو وجيشه أثناء خروجهم من مصر كان بسبب سرقة السبيكة دي. وقالت أن بعدها البرديات القديمة ذكرت أن في الفترة دي حصل غياب لطاقة الرب عن مصر بحسب اعتقاداتهم وقتها، وقالت ان كمان الدجال اللي كان متمثل في السامري حسب وصفها خد معاه كمان تابوت العهد اللي كان بيحتوي على السبيكة اللي بنتكلم عنها. قالت دكتور مايا صبحي ان المسيخ الدجال عبارة عن منظومة فاعلة من الاف السنين، وان هو اللي مشكل الحكومة الخفية للمتنورين، وهو اللي مشغلها بعلومه اللي ربنا وهبها له ومخلياه سابقنا باكتر من 100 سنة واكتر. وقالت إن المسيخ الدجال بيرسخ على الأرض الطاقة السالبة للتمهيد لتواجد الشياطين العلوية والسفلية وظهورها بعد إحداث خلل في توازن الطاقة في الأرض. اتكلمت دكتور مايا صبحي عن الأبراج الشاهقة اللي بتتبني في أماكن محددة على خطوط الرعي والنقاط الدوامية اللي لسه متكلمين عنها بهدف تقليل الطاقة الإيجابية الصادرة منها والتسبب في خلل في توازن الطاقة على الأرض، وكأننا موجود وسطنا ناس بتخدم هذا الفكر الشيطاني، ودي حقيقة على فكرة. اتكلمت دكتور مايا صبحي عن قلعة العلوم في برمودا، وقالت ان الهرم الكريستال اللي اكتشفوه هناك هو قلعة العلوم دي، وان هي السبب في الاختفاءات والكوارث اللي بتحصل في مثلث برمودا، وعلى فكرة بيسموها كمان مملكة الدجال. دكتور مايا صبحي أشارت بشكل أو بآخر غير مباشر إن فكرة المسيخ الدجال مش زي ما احنا متوقعين أو منتظرين ظهوره، لا الموضوع أكبر من كده، هو متواجد وبيجهز وبيحضر لخروجه، وخروجه هيكون فائق التكنولوجيا. اتكلمت كمان عن زلازل مفتعلة بمصاحبة أحداث معينة هتتعمل في أماكن دينية مستهدفة، وقالت هيتم استخراج وثائق ومخططات قديمة من تحت أماكن دينية محددة، وطبعا الماسونية أساتذة في التزوير، وهيخلوها وكأنها وثائق بترجع لألاف السنين بحسب وصفها، وهيبدأ من هنا التشكيك في التاريخ كمان وفي المعتقدات الدينية كلها وتشتيت العقول على أعلى مستوى. قال الدكتور مايا صبحي ان الماسونيين بيلعبوا باحلام اليهود وانهم بيشجعوهم ظاهريا على استخراج الهيكل اللي طبعا مش موجود تحت المسجد الاقصى زي ما بيزعموا ويدعوا ولا حاجه، لاحلال الرب فيه، ده بحسب معتقداتهم، ولكن الحقيقه ان الماسونيين عايزين الهيكل ده لاحلال لوسيفر فيه، ولكن مكانه ليس هناك. وقالت ان كل الجماعات الدينية في العالم باختلاف الديانات مخترقة من الماسونية وبتخدم الاجندة بتاعتها، وده لتدمير الارتباط بالدين من خلال البعد التام او التطرف والتشدد، وهدفهم دايما هو ضرب الاديان داخليا. من ناحية تانية الماسونية كمان بتخدم انشغال مجموعات تانية من الناس في علوم الغيب والحاجات اللي زي توقعات كروت التاروت وغيرها، والانشغال بنبوءات قديمة زي نبوءات نوستراديموس
مثلا وغيرها، أو نبوءات جديدة بيتم بثها في بداية كل سنة وبداية كل شهر، بل وأسبوعيا وكمان يوميا. وطبعا ده مش في العالم العربي بس، ولكنه في العالم كله. وفي مصر كمان في شخصيات معروفة بتدفع لها فلوس وتقول لك حاجة كده زي الطالع بتاعك، والنهاردة هيحصل لك ايه وبكرة هيحصل لك ايه. ايوة زي ما بقول لكم. الاخطر ان دكتور مايا الصبحي من 2013 او 2014 حذرت من اقترابنا الشديد كبشر عموما من الدخول في مجاعات، وخطورة استيراد الدول للمواد الغذائية الأساسية اللي الناس بتعتمد عليها كمصدر أساسي للغذاء وخصوصا الفقراء. حذرت من أننا على أعتاب حرب عالمية ثالثة، وبفكركم أن الكلام ده كان من 10 سنين، وأن بعدها تحصل حاجة بتدعى وبتسمى بالملحمة الكبرى. دكتور مايا صبحي كمان اتكلمت عن اتفاقات كودكس واستخدام الغذاء كسلاح، وقالت إن الأمصال بيتم استخدامها كجزء من الحروب البيولوجية اللي بتقودها الماسونية، واختراع أمراض زي أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، وتقديم لقاحات قاتلة للحماية منها. وقالت إن في أفريقيا في آلاف بل وملايين الأطفال حسب تأكيدها ماتوا بسبب الأمصال اللي اتجربت عليهم بدون دراسات. وقالت إن الماسونية مش بس مسؤولة عن الأمصال والتطعيمات، ولكن كمان عن الفيتامينز والمكملات الغذائية وأي حاجة الناس بتبلعها بصورة عامة. حسب تعبير دكتور مايا صبحي، بمعنى أن المواد اللي بتضاف للمشروبات الغازية والعصائر مثلا اللي ليها تأثير مباشر على الصحة زي هشاشة العظام والألزهايمر وتأخر الفهم لدرجة انعدام الذكاء، والتأثير على القدرة الإنجابية وتبلد المشاعر. لسه مكملين ملفنا الشائك الملحق بملفات الماسونية، وهذا الملف الملحق عدته لنا نوران أيمن. دكتور مايا صبحي اتكلمت عن مؤتمر الفضاء اللي عملته المملكة العربية السعودية بعد ظهور سرب من الأطباق الطائرة عند برج الساعة في مكة، وقالت ان اللي بيفتح ملف الفضائيين يا بيختفي يا بيتم اغتياله، وان الناس كلها ما تعرفش حاجة عن الفضائيين غير الكلام اللي بيتقال في الأفلام والأخبار اللي بتطلع عن ظهور أطباق طائرة في أماكن محددة حول العالم، وإن الناس بتسخر وتسفه من كلام أي حد بيتكلم عن المخلوقات الفضائية وبيتقال إن ده تخريف وجنان، وده مش عندنا ولا في الوطن العربي، ده في العالم كله. على فكرة ده ما بيحصلش بشكل عشوائي، كل حاجة مترتبة، ولكن حسب تأكيد دكتور مايا صبحي الغزو الفضائي فعلا مخطط كبير بيتم الإعداد ليه من زمان في الولايات المتحدة الأمريكية وبيتروج له في الأفلام الأمريكية، ونصحت الناس ياخدوا الموضوع بشوية بجدية وعدم استخفاف. وقالت ان بدايات القرن 19 في ألمانيا كان في طبقة بافارية بيعتقدوا ان هم من الجنس الآري، وقالت ان الجنس الآري ده جنس جوف الأرض، والطبقة البافارية دي كانت من عبدة الشيطان وكونت مجموعة ذات طابع عنصري شيطاني، وهي مجموعة سافيريل، وكانت بتضم كل العلماء ورجال السلطة والإعلام والمشاهير في ألمانيا لتكوين وحدة تستطيع التغلب على العالم فيما بعد بالعلم اللي وصلوا له، لأنهم تتبعوا أثار لكائنات أكثر منا تطور، خصوصا أن كان في مركبة فضائية تم العثور عليها في القرن 17 في منطقة أفغانستان، أو يعني حاليا دولة أفغانستان ولكن ما قبل ذلك يعني، وتتبعوا الأثار دي واعتبروا أنهم أصحاب حضارة قديمة أكثر تقدم من كل الحضارات البشرية، وأنهم من طبقة أرقى من البشر. وفي بدايات القرن 19 توصلوا الاتصالات مع كائنات جوف الأرض عن طريق طقوس شيطانية وتقديم قرابين بشرية، وعرفوا ان اللي بيدوروا عليهم طلعوا هم الرماديين. مجموعة فيريل هي اللي تبنت بعد كده النازية، وهم اللي اختاروا هتلر كقائد بشكل مترتب ومحسوب جدا. يعني كده نقدر نقول يا جماعة مفيش حاجة بتحصل عشوائي، مفيش حاجة جهجهوني. كانت الخطة هي السيطرة على العالم من خلال ألمانيا، وفعلا في الفترة دي ألمانيا بعد اتفاقها مع الرماديين حسب كلام دكتور مايا صبحي سبقوا العالم بمئة سنة قدام، لدرجة ان هما وصلوا لنظام صاروخي متطور، ووصلوا للطائرات بدون طيار، لحد ما وصلوا لتقنية الأطباق الطائرة بكل تفاصيلها، وانها بتعتمد على الطاقة الدوامية والسوائل الممغنطة وتفاصيل تانية كتير. وتم بالفعل تصنيع الأطباق الطائرة باستخدام خبرة الرماديين،
وكان في احتفال موثق مع الرماديين في قاعدة نورمان العسكرية، وفي صور موثقة للقاء هتلر مع الرماديين. وتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل لو تفتكروا في ملفنا السابق عن كائنات جوف الأرض والرماديين. أطلب منكم يا ريت تسمعوه برضو. دكتور مايا صبحي ذكرت أن ألمانيا استخدمت بالفعل الأطباق الطائرة لصناعتها في نهاية الحرب العالمية الثانية قبل هزيمة ألمانيا، وكان في الوقت ده كانت لسه في المرحلة التجريبية، والأمريكان وصفوها أنها كرات من النار. وبعد ما أمريكا هزمت ألمانيا خدوا منهم كل ما يتعلق بالبرنامج السري الفضائي النازي، وتم تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية اسمها بيبر كليب، ومن خلالها تم تتبع كل من عمل في البرنامج الفضائي الألماني وتم اختطافهم، واللي كان بيهرب كان بيتقتل، وخدوهم لمنطقة في صحراء نيفادا، وطبعا كلنا عارفين وهي منطقة غنية عن التعريف، وهي منطقة 51، وياريت ترجعوا لملف المنطقة 51 لأنه مليان بمعلومات فعلا مرعبة. عمل هناك قاعدة ضخمة تحت الأرض، وأجبروا العلماء الألمان على التعاون معهم، وكونوا جيش تحت قيادة المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية، وتم أخذ تعهد من قوات الحلفاء بإخفاء الموضوع تماما عن العالم لحين الوصول لأسرار وصول ألمانيا لكل هذا التطور، والوصول لكيفية التعامل مع الكائنات الرمادية وكل التفاصيل المتعلقة بهم. دكتور مايا صبحي تكلمت عن مشروع بابل اللي نفذ من خلاله صدام حسين أكبر مدفع في العالم، كان مدى ممكن يوصل لقصف أي قمر صناعي في الفضاء وقادر على استهداف أي مكان على وجه الأرض. وما كانش حد يعرف أي حاجة عن الموضوع ده لحد 2013 لما تم تسريب الوثائق الخاصة بيه. وتكلمت كمان عن الاكتشافات الخادعة اللي بتبدأ تشكك الناس في كل الثوابت اللي هم مؤمنين بيها من غير ما يحسوا. وأقرب مثال جه في بالي كدليل على صدق الموضوع ده إن السنة دي تم منح جايزة نوبل لواحد من رواد نظرية التطور اللي بتقول إن الإنسان كان أصله قرد، وحصل على نوبل بسبب عدد من الأبحاث اللي عملها لاستخراج ومقارنة الجينوم البشري المعاصر ومقارنته بجينوم أشباه البشر المنقرضين، وإثبات إن في عوامل مشتركة بين البشر والقرود، وكان في سلف عايش على الأرض من حوالي 600 سنة قاسم مشترك بين هؤلاء وهؤلاء من 600 ألف سنة، وإن من 1-2% من البشر الموجودين في بيتوافق الـ DNA بتاعهم مع DNA هذا الكائن. في حلقة من حلقات دائرة الضوء جت اتصال تليفوني من واحدة اسمها نادية وقالت شفت رؤية من حوالي 20 سنة كان فيها نفس شكل الرماديين، وشافتهم طالعين من مكان غريب وبيجروا، وقالت انها حكت الرؤية دي في وقتها الشيخ، وبقى في وقت اذاعة البرنامج في 2013 من اشهر المعالجين بالقرآن الكريم. وقالت انا بحلم بشكل متكرر اني في مكان تحت الارض والمكان ده فيه شجر من حديد، ولكنها بتنسى معظم الحلم بعد ما بتقوم من النوم. وقالت ان في شخص عادي بيسخر الجن في هيئة انسان، وكان الشخص ده بيشتغل معاها قبل ما تسيب الشغل، وكان بيقول لها اللي حصل لها زمان من سنين طويلة بالتفصيل، وكان بيقول لها على اللي هيحصل في المستقبل القريب كمان. ولكن خدوا الصدمة دي، ما كانتش بتقابله كده وش الوش وتتكلم معاه، كانت بتسمع صوته بجواها بس وهو بيكلمها. رد دكتور مايا صبحي على المتصلة وتعليقها على المكالمة ان في ناس بتشوف حاجات وتفتكر انها شافتها في الحلم ولكنهم بيكونوا شافوها في الحقيقة، وقالت ان ده اتعمل عليه دراسات وتجارب برا مش في مصر، واثبتوا من خلال الدراسات دي ان الناس دي ما كانتش بتحلم، الناس دي اتخطفت تحت الارض من الرماديين او الكائنات الفضائية او كائنات جوف الارض او كائنات الظلامية. وقالت كمان ان في نوع من الزواحف بين البعدين اللي بتتنقل ما بين فوق الارض وتحت الارض، وبيتم تحضيرهم لان قدراتهم تفوق الجن الارضي، ودول بيتغذوا على الطاقة السلبية وعندهم قدرة كبيرة على التخاطر وبث الأفكار في البشر وتحريضهم على الشر واستفزازهم لارتكاب الجرائم.
ومن الحاجات المهمة اللي لازم نحكيها ان في واحد من لقاءات الاعلام الراحل استاذ ابراهيم حجازي مع مايا صبحي قال او سألها انت ازاي عرفتي كل المعلومات دي وهل هما مسربينها ولو مسربينها ليه وليه انت بالذات اللي عرفتيها وليه كمان ما تمش استهدافك زي ما تم استهداف كل الناس اللي اتكلمت عن الماسونية واللي اشاروا لمخططاتها واللي انت بتقوليه المفروض ما تكونيش موجودة ولا عايشة. الكلام ده يا جماعة طبعا كان في اللقاء قبل اختفائها، وعلى فكرة اللي اتفرج على اللقاء هيحس قد ايه هي ارتبكت جدا لما سألها استاذ ابراهيم حجازي الاسئلة دي، وقالت انها مش في موقف دفاع عن النفس، ووصل ارتباكها لدرجة انها وقعت كوباية المية اللي قدامها على الترابيزة واضطروا يطلعوا فاصل. وكان رد دكتور مية صبحي بعدها ان تم استهدافها اكتر من مرة، وان هما جهاز الكمبيوتر الشخصي بيها تم اختراقه اكتر من مرة، وتم اختراق تفكيرها هي شخصيا وبث رسائل في اللاوعي عندها بالطرق اللي لسه قايلين عنها من شوية كوسوسة الشياطين، لدرجة انه ممكن يدفعوا الشخص للانتحار. ولكن هي علشان بتقول انا متدربة كنت بقدر اواجه ده، وببعت رسائل معاكسة ومضادة كمان، وكنت بقدر اسيطر على مراكز مخي والاشارات اللي بتوصله. وقالت ان ده محتاج خبرة وتدريب طويل جدا ومش اي حد يقدر يعمله، لان لو كلنا نقدر نعمله ما كانش تم الهجوم علينا وعلى تفكيرنا. مكملين ملفنا السري النهاردة، ملف الشائك الملحق بالملفات الشائكة وملفات الماسونية من اعداد نوران ايمن. ومايا صبحي قالت ان في تواصل دائم بين الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول التانية زي بريطانيا وروسيا مع عوالم اخرى، وخصوصا عالم جوف الارض، وان هم بيحصلوا منهم على تقنيات وتكنولوجيا حديثة، وان الدول دي بتقدم التكنولوجيا الحديثة للبشر على ان هم اللي صنعوها، وان عالم جوف الارض موجود في القطب الجنوبي، وفي فتحات بتؤدي لعوالم اخرى حجم الفتحة الواحدة بيصل ل 400 كيلومتر، وان عدد الدول في عالم جوف الارض بيصل ل 129 دولة، وجميع الدول دي متقدمة جدا عن البشر بمراحل، وان كل شيء في الدنيا وفي العالم وفي العوالم التانية مبني على الطاقة، وان الانسان مخصص ليه حدود ادراك معينة زي ما بيقولوا ليه سقف، وبعد حدود الادراك دي موجود اجناس اخرى هي اللي بتوصل لهذه المراحل من الادراك وفي ابعاد تانية. طبعا البعض ممكن يسمع كلام دكتور مايا صبحي ويسخر منه او يقول ان ده مجرد نظريات وكلام ملوش اساس من الصحة. لك مطلق الحرية طبعا في رأيك، لكن هقولك حاجة، احنا لو استرجعنا الكوارث اللي حصلت في العالم من بداية 2019 مثلا لوقتنا هذا، هنكتشف ان عدد كبير من الكوارث حصلت في السنوات الاخيرة لدرجة ان عقلك مش قادر يستوعبها، زي حرائق الغابات في استراليا واللي قضت على الاخضر واليابس والارض والحيوانات وشردت كتير من البشر، وبعدها ظهور فيروس كورونا في الصين ويموت بسببه 2 مليون شخص في العالم لحد وقتنا ده، ويا ترى في موجات جديدة جاية منه ولا لا؟ ودي الأرقام الرسمية، لأن الرقم الفعلي أنتم متأكدين وأنا متأكد أن الأرقام غير كده خالص وأكتر بكتير. وتسبب ظهور الفيروس كمان بخسائر مالية ومادية فادحة في العالم كله قدرت بمليارات الدولارات، بالإضافة للحروب والصراعات اللي بقت تقريبا في كل مكان في العالم، ده غير الكوارث الطبيعية اللي بتحصل في كل مكان، زلازل، براكين، تسونامي، مع أخبار وخوف من حصول حرب عالمية ثالثة نووية تقضي على الأخضر واليابس. دكتور مايا صبحي قالت أن بداية ظهور المتنورين أو الماسونيين وفكرة مشروعهم الرهيب كان سنة 1980 في مقاطعة ألبرت في جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. السكان قاموا من النوم في يوم وشافوا مشهد غريب جدا، أحجار مبنية ضخمة أطلقوا عليها أحجار جورجيا ومكتوب عليها 10 وصايا بثمان لغات، العربية والعبرية والسواحلية والأسبانية والهندية والصينية والروسية والإنجليزية، ومش معروف مين بنى الأحجار دي، بس كان محتوى الوصية الأولى من الأحجار مرعب جدا غير مبرر. كان مكتوب على الأحجار ابقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون حتى يكون هناك توازن دائم مع الطبيعة. بعد ظهور الأحجار دي ب 12 سنة وتحديدا في 1992 بيقال أن حصل اجتماع مهم جدا من الدول العظمى كانوا بيناقشوا فيه موضوع كارثي، وقالوا أن الأرض بدأت تفقد توازنها وأن الموارد البشرية ما بقتش بتكفي الكم الهائل من البشر على سطح الأرض. وبعد تفكير كبير قرروا يطبقوا مشروع اسمه المليار الذهبي،
والمليار الذهبي باختصار بيقول ان لازم يتم القضاء على ثلث سكان الارض لان الموارد بتقل جدا ومش هتكفي الكم الكبير من سكان الارض، فلازم يتم انشاء ما يقضي على السكان، فيتم انشاء فيروسات فتاكة تقتل في الناس ونشر الشذوذ بين الناس، وان المليار الذهبي هيتبقى في الارض بسببه اللي يستحقوا ان هم يعيشوا ويكونوا اتباع الدجال. المليار الذهبي هيكون من الجنس الابيض من اوروبا وامريكا، والجنس اللي هيتم ابادتهم الطبقة الثالثة من المجتمع زي العرب والافارقة والاسيويين، وان هم هينشروا شيء يجعل غالبية الشباب يعزف ويترك ويبعد تماما عن الزواج والإنجاب ويكرهه تماما، كل ده لتقليل السكان. مشروع المليار الذهبي فكرة قديمة حطها مجموعة من الأشخاص، والمشروع بينص إن الأرض ما ينفعش تتحمل أكتر من مليار بني آدم، وده علشان الناس تعيش حياة طبيعية ويتم التخلص من باقي البشر بالقتل أو الموت أو استغلال أو عبودية. وزي ما انتم عارفين احنا عددنا دلوقتي ما يقرب من 8 مليار، ولكن عشان نتخلص من الكم الهائل ده من البشر انت كده بتخلق مجزرة كونية مش هتنتهي. وتطبيقا للوصية بدأت مشاريع سرية كتير تقوم بتحاول تقلل عدد البشر لحد ما تغير الرقم من نصف مليار لمليار. ولو ركزنا شوية في اللي بيحصل حوالينا هنلاقي ان اغلب الدول بقت بتدعم نظام الطبقات، بمعنى ان العالم بقى فيه طبقتين، طبقة الاغنياء والفقراء بوضوح وبشكل فج، اما بخصوص الطبقة الوسطى اللي تلاشت فخلاص دي كانت النية والرغبة في القضاء عليها تماما. وبعد تقسيم العالم لطبقتين هيتم الضغط على الطبقة الفقيرة بسبب الجوع والامراض وقلة الموارد، وده هيزود من عدد الوفيات في وسطهم وهيساعد في تحقيق مشروع المليار الذهبي، وده الهدف الأساسي اللي عاوز الماسونية يوصلوا له. ولو فكرت اللحظة وبدأت تشوف العالم من فوق بنظرة أعمق شوية هتلاقي إن العالم بقى مليء بالفقراء ودول بتحتضر من المجاعات. إحنا بينا وبين نفسنا كده دايما نقعد نهزر ونقول الطبقة الوسطى ما بقاش ليها وجود. على فكرة الموضوع مش هزار، والموضوع ما يخصش مصر ولا بلد بعينها، ده يخص العالم كله. في حين دول تانية عظمى بتتمتع بالرخاء والثراء وكل شيء، لو الدول العظمى دي قررت انها تساعد الدول النامية علشان تقضي على المجاعات هيحصل التوازن. ولو معتقد ان ده شيء مستحيل خلينا اقولك ان في مليارات بتتصرف على الحروب، المليارات دي لو اتصرفت في المكان الصح العالم هيتحول لحياة مثالية عادلة. هما الحقيقة يقدروا لكن هما مش عاوزين، لأن في خطة لازم تتطبق، خصوصا أن الحروب على مر القرون والسنين كانت من أهم خطط المليار الذهبي، وده يحدد لك مين اللي بنى الأحجار دي. في حروب قامت وظاهرها غضب بين دولتين، بس الحقيقة أنها خطط للحفاظ على أعداد البشر في نطاق معين، وكأن الدولتين دول شايفين أن أعدادهم كبيرة فيلا خلصونا بعدد كبير من الدولتين. وكل ما يكون في حروب أكتر كل ما يموت بشر أكتر، كل ما نوصل لأهدافنا أكتر. زي مثلا في الحرب العالمية الأولى الأرض خسرت 2% من عدد السكان، وده عدد ضخم جدا من الأموات. وفي الحرب العالمية الثانية تم القضاء على أكتر من 20 مليون بني آدم. وبعد الحرب العالمية الثانية الأرض رجعت لحالة الاستقرار وبقت أعداد السكان الدول بيزيد، وخطط تحديد النسل والضغط على الناس ما بقاش بتجيب نتيجة، فكان التفكير في خطط جديدة وخطط بديلة، والخطة دي تكون أقوى وأكثر ذكاء كأنها شيء إلهي. ومن هنا بدأوا يخططوا في حرب الفيروسات كورونا اللي ظهرت 2020، وبعض النظريات خرجت وقالت أن فيروس كورونا تابع لمشروع المليار الذهبي، وده لأن الصين عندها أعلى تعداد سكاني في العالم، وده أفضل مكان يتم فيه نشر مرض من خلاله يقدروا يقللوا عدد سكان الأرض. وفي تقرير نشر منذ أيام قليلة خلينا أقراه لكم زي ما نشر بالضبط. فجر جيفري ساكس الأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ذكر في مؤتمر صحفي بأسبانيا أن فيروس كورونا كوفيد-19 جرى تخليقه مخبريا. وساكس هو رئيس لجنة فيروس كورونا في مجلة The Lancet الطبية واسعة الشهرة،
وأكد أن التكنولوجيا الحيوية الأمريكية استخدمت لخلق الفيروس. وفي سبتمبر الماضي أعلن أنه حل فريق من العلماء الذين يبحثون في أصول فيروس كورونا بسبب الشبهات. وأوضح ساكس في تصريحات سابقة أن لجنة كوفيد 19 التابعة لهذه المجلة ستواصل دراسة أصل الفيروس من أجل التقرير الذي سيجري نشره خلال الشهور القادمة، ولكنها ستوسع النطاق ليشمل معطيات من خبراء آخرين بشأن مخاوف السلامة الحيوية. وقال أن شفافية معدمة فيما يتعلق بالبحوث المخبرية الخطرة والتي تتتبع ظهور فيروس كورونا. وقال إن اللوائح والمعايير المتعلقة بكيفية ظهور فيروس كورونا وانتشاره سرية ولا يمكن لأحد أن يحصل عليها. وكشفت دراسة جديدة أجراها ثلاث علماء ألمان أنهم عثروا على دليل يكشف حقيقة منشأ فيروس كورونا وأنه تم تصنيعه في المختبر. ووفقا لموقع نوفوسيتي، قال فيلتن بروتيل باحث مشارك في الدراسة وعالم مناعة أن الدراسة الجديدة كشفت أن 99.9% من مكونات فيروس كورونا تم تكوينها داخل المختبر، وربما يكون نسخة معدلة من فيروس طبيعي متواجد بالفعل. وأوضح بروتيل في حديث لقناة التلفزيون الألمانية أن تي في أن فيروس كورونا تم تعديله وراثيا بشكل متعمد، حيث أن الاستراتيجيات المستخدمة في صنع فيروس كورونا مشابهة جدا لطريقة تستخدم في المختبرات الفيروسية المتخصصة لإنتاج فيروسات صناعية. وأشار إلى أنه بنفسه يستخدم تلك الاستراتيجيات والأساليب في عمله اليومي لتطوير عقارات بروتينية غير ضارة في علاج أمراض المناعة الذاتية وتحسين الصحة. ووجدت الدراسة أن هناك نوعا من البصمة في جينوم الخاص بفيروس كورونا المستجد يتكرر بانتظام. وقارن الباحثون جينوم الفيروسات الاصطناعية المعروفة وجينوم الفيروسات الطبيعية، ووجدوا أن الفيروسات الطبيعية تكون مواقع التعرف موزعة فيها بشكل عشوائي، بينما في الفيروسات المصنعة تظهر بنمط معين، وذلك النمط ظهر في فيروس كورونا. تزامنا مع كل ده، الحرائق اللي عمالة تتوسع في استراليا، وكل فترة بنسمع عن أعاصير وزلازل وفيضانات في دول مختلفة رغم أنها كانت خامدة منذ آلاف السنين. طبعا الكوارث الطبيعية كلها بإيد ربنا سبحانه وتعالى، بس يؤسفنا أقولك أن في بعض البشر قدروا يوصلوا لأعلى درجات الأذى، لأن سنة 1993 بدأوا العمل على المشروع، وبعد تفكير وتجارب وصلوا بالصدفة لإمكانية صنع زلزال وفيضان وأمطار صناعية، وبدأوا فعلا في بناء أول محطة للتحكم في الطقس بولاية ألاسكا. ودلوقتي عندهم 20 محطة حول العالم وسموا المشروع باسم هال، وقدروا يتحكموا في الطقس ولكن مش بشكل كامل. الكلام ده في 1993. شوف بقى احنا وصلنا لإيه دلوقتي. عارفين الطائرات النفاثة اللي بتطير فوقنا في السماء وبيكون وراها خيط أبيض دي، وبنقول دي أثار طبيعية يعني للطيارة؟ في منها بعض الطيارات اللي بتسيب أثار بتفضل في السماء لساعات طويلة، صح؟ وأحيانا ممكن توصل لأكتر من يوم لحد ما تشكل سحب صناعية اللي بتكون محملة بالمعادن المؤكسدة وتحديدا غاز الكيمترال، وبعدها بيوجهوا عليها موجات قوية مقدارها 3 مليون واط، وده كفيل بأنه يصنع جفاف وإعصار وعواصف لحد ما الموضوع يوصل لكوارث كبيرة ما بين العواصف أو تسونامي. وده اسمه حرب المناخ، وبيشبه بشكل كبير حرب الفيروسات. مشروع هارب جزء من مشروع الشعاع الأزرق، ومشروع الشعاع الأزرق باختصار هو مشروع ماسوني هدفه السيطرة على العالم من خلال التشكيك في جميع الديانات ومحوها، عن طريق توحيد العالم تحت مسمى دولة واحدة وعملة واحدة ودين واحد وهو اللا دين، وانتظار المختار أو المسيح الدجال. مايا صبحي قالت ان هوليود بتخضع للماسونية، وان لو ركزت شوية هتلاقي مؤخرا ان كل الافلام بتتكلم عن نهاية العالم بشكل او باخر، بتتكلم عن الفيروسات، بتتكلم عن ان الارض ما بقتش تتحمل كل البشر اللي عليها، وان هم بيهيئوك عشان لو حصلت الكارثة يكون عقلك في انتظارها ومستوعبها. ده باختصار يا جماعة مشروع المليار الذهبي والكلام اللي قالته دكتور مايا صبحي. بس خلينا نتفق ان النظرية دي وارد تكون صحيحة وبتطبق على ارض الواقع في يوم من الايام.
تفوق من نومك تلاقي بيحصل إبادة بصورة غير مباشرة للبشر علشان يقل العدد ويوصل لل 500 مليون أو المليار الذهبي اللي هم هيكونوا موجودين ويستغلوا الموارد. وارد جدا تكون مجرد اجتهادات من مايا صبحي وما يكونش ليها علاقة بالوقائع. بس خليني أسألك، هل كنت تتوقع في يوم انك تصحى من في يوم من الايام تلاقي في حظر تجوال في العالم كله عشان في مرض؟ احنا حظر التجوال ده في الحروب وفي الحاجات السياسية وفي الازمات وفي خطورة الامن، ولكن يقول لك مرض انتشر، اتحبس في بيتك، قفل محلاتك، ما تخرجش من باب البيت، الشركات تقفل، الاشغال تنتهي علشان مرض؟ هل كنا نتوقع ان ده يمر علينا في يوم من الايام؟ مايا صبحي رجعت واتكلمت عن حاجات تانية زي كائنات جو في الأرض، وإن في الأرض فتحات ومداخل بتوصل لعالم كبير تحت باطن الأرض موجود فيه شموس ونجوم وسماء زي عالمنا بالظبط، واتكلمت على كائنات زي الجن بكل أنواعها، واتكلمت عن الزواحف البشرية ودول كانوا عايشين في الأرض زمان ولهم علاقة قديمة مع البشر والحضارات القديمة وليهم أثار ورسومات بنشوفها عند السومريين والبابليين والإغريق والمصريين القدماء وحضارات أخرى متفرقة عبر العالم، بس هجروا الأرض وبعدها رجعوا تاني وبدأوا يتجوزوا من البشر، وإن أكبر شخصيات العالم من سلالة الزواحف البشرية. وتكلمت كمان عن الرماديين، وتاني هقولك هي قالت إن هما من سكان جوف الأرض وإن في شواهد وفيديوهات ليهم على موقع يوتيوب داي مثلا فيديو حادثة أزال الشهيرة وفيها مجموعة من العلماء بيشرحوا أحد الكائنات الرمادية. هما بصفة عامة كائنات ذكية بتتواصل مع بعضها بالتخاطر العقلي، رؤوسهم ضخمة مشقوقة من النص، عينيهم سودة كبيرة، بيسكنوا على عمق 20 ميل تحت الأرض، وبيتقال إنهم في الأصل بشر لكن اضطرتهم الظروف إنهم يعيشوا تحت الأرض من مئات السنين لحد ما تأقلموا وتغيرت صفاتهم وأشكالهم ومواصفاتهم. قالت مايا صبحي إن كمان مفيش حاجة اسمها كائنات فضائية موجودة في الفضاء، الكائنات دي موجودة كلها تحت الأرض، وإن أمريكا بتتواصل معهم وبيمهدوا الغزو وهمي فضائي عشان نصدق بالكائنات دي بهدف التحكم فينا، وان هم قاموا بتطوير شرائح هتتزرع في المخ تاخد كل المعلومات وتخزنها علشان يقدروا يحطوا اللي هم عاوزينه ويتحكموا فيك وفيا. ولما يقولوا لك ان الارض بتحارب الكائنات الفضائيه واننا لازم نتوحد تحت رايه واحده، كلنا هنطلع نجري نحارب ونصدق، والرايه الواحده دي هتكون هي رايه المسيح الدجال. احنا كده اتكلمنا تقريبا عن اهم الحاجات اللي خرجت دكتور مايا صبحي واتكلمت عنها في لقاءاتها التلفزيونية. تعالوا بقى نروح للجزء الثاني من ملفنا النهاردة، اختفائها المريب. بعد ظهورها المكثف مع الراحل الاستاذ ابراهيم حجازي، اختفت مايا صبحي عن الظهور بشكل برضو مفاجئ، وغابت حتى عن صفحتها على فيسبوك، والناس كلها كانت بتسأل على صفحتها من غير ما يوصل لهم اي رد، محدش عارف عنها اي حاجة حرفيا ولا حد عارف يوصل لها، مفيش اثر. خلال السنين اللي فاتت خلينا اقولك اللي اتقال. في نظريات اتقالت عن دكتور مايا صبحي مثلا ان تم اغتيالها وتم تهديد اهلها او شراء صمتهم. بالمناسبة هم فين اهلها اصلا؟ فين صحابها؟ ازاي ما كانش في حد مقرب منها نهائيا يطلع ويتكلم؟ حتى اللي طلعوا وادعوا معرفتهم بيها ما كانش معهم اي دليل دامغ على ده، ولا حتى في صورة بتجمعها بيهم، وبعد كده هم كمان ما ظهروش تاني. اتقال ان دكتور مايا صبحي خافت وهربت وسافرت بلد تانية بعد سلسلة الحلقات اللي عملتها وبعد ما جالها تهديدات كتير. ومن كام شهر كده في واحدة ظهرت يا جماعة في فيديوهات تحريضية بتدعي ان عندها معلومات كتير محدش يعرفها غيرها، وان معها وثائق كتير خطر. ناس كتير قالوا ان الست دي هي دكتور مايا صبحي، ولكنها عملت عمليات تجميل تغير شكلها والعمليات فشلت، والبعض قال ان شكلها دلوقتي بسبب تعرضها لحوادث تعذيب ادت لتغيير شكلها بعد اصابتها بشبه شلل في الوجه. عرفتوا اقصد مين؟ الغريب ان الست دي طلعت لايف وقالت ان دكتور مايا صبحي تم اغتيالها، واتهمت احد الشخصيات بانها ورا اغتيالها، وقالت ان كان في ملف مهم مع دكتور مايا صبحي سلمته لشخص قبل ما تموت لانها كانت حاسه انها تتقتل، ووجهت رساله للشخص ده بانه لازم يتواصل معها. نظريه كمان غير دي قالت ان دكتور مايا صبحي موجوده وعايشه في مصر عادي، ولكنها قررت تختفي بارادتها خوف على حياتها،
وانها ظهرت بشكل جديد من خلال قناة على يوتيوب وهي لابسة ماسك طبي على وشها ونظارة شمس وكاب على رأسها. ما قالتش اي حاجة عن هويتها ولا حتى اسمها ولا دراستها. بتتكلم برضو عن نظريات المؤامرة والماسونية. ناس خدت بالها من ان الست اللي طالعة متخفية دي عندها نفس اللدغة اللي عند دكتور مايا صبحي، وحتى لغة الجسد بتاعتها نفسها. ولكن البعض بيقول الصوت متغير عما كانت بتطلع مع الإعلام إبراهيم حجازي. ولكن موضوع تغيير الصوت والبيتش ساوند ده عادي جدا. البعض الآخر بيقول ان عدى عشرات السنين واكيد الصوت هيختلف بفعل الزمن والمؤثرات زي ما قلنا، خصوصا ان الصوت تصوير الموبايل مش زي الاستوديو والمايكس والكاميرات الاحترافية، وزي ما انا وانت ممكن نغير صوتنا في دقيقة باي برنامج. واللي زود شكوك الناس ان الشخصية المتخفية دي من وجهة نظرهم هي مايا صبحي انها اتكلمت عنها في فيديو من فيديوهاتها. بعض الناس قالوا ان دكتور مايا صبحي بخير وموجودة في مصر، ولكنها تم احتجازها في مصحة نفسية، وطبعا كل المصحات النفسية في العالم وفي مصر بترفض الافصاح عن اسامي النزلاء. ولكن هل طبيعي انها تكون في مصحة نفسية من 8 سنين ومحدش قدر يسرب اي حاجة؟ محدش شافها جوه خالص يا جماعة؟ دكتور عامل، محدش حتى من اهلها طلع يطمن الناس عليها؟ كل ده بيخلي النظرية دي مستبعدة شوية من ناس كتير. المفاجأة الأكبر فجرها دكتور محمد عيسى داود، المفكر والباحث المصري واللي ليه كتب وأبحاث كتير عن الماسونية والمسيخ الدجال والمؤامرات. قال إن الماسونية هي اللي كانت وراء ظهور دكتور مايا صبحي، يعني دكتور مايا صبحي من وجهة نظره مزقوقة كده بالبلدي ومزقوقة على شاشات التلفزيون للترويج لأفكاره، وانها سرقت منه فكرة ان السامري هو المسيح الدجال، وانها روجت لفكرة الاطباق الطائرة اللي الغرب بيحاول يقنعنا بها من سنين رغم انها غير حقيقية. وقال كمان ان اي حد يخرج يتكلم عن الماسونية وكأنه مخترقهم وعارف كل اسرارهم تعرف على طول ان واحد منهم، واشار بشكل او باخر ان اي حد بيحب يتكلم كتير عنهم هو منهم وهو مزقوق وبيبين انه ضدهم. يعني انا ممكن اكون منتمي ليهم ولا ايه يا جماعة؟ نكمل. وقال انا بتحدى اي حد يعرف الاسم الثلاثي لدكتور مايا صبحي او يطلع بطاقتها او كارنيه او اثبات شخصيه ليها بالاسم ده. وقال حتى ان الامن في مدينه الانتاج الاعلامي ما شافوش بطاقتها، وبس ان هم كانوا متبلغين باسمها كضيفه في البرنامج، واول ما تيجي بتدخل. وده كان طبعا قبل الاجراءات الكبيره المشدده اللي تمت مؤخرا في مدينه الانتاج الاعلامي بعد الثورات وبعد محاولات الهجوم على مدينه الانتاج الاعلامي في فترات الثورات. كان زمان فعلا بيتم الإبلاغ باسم الضيف وخلاص، وكان يعني الاهتمام ما بيبقاش قوي بصراحة. قال أنا بتهمها بالدجل وبالنصب وبالاحتيال. قال أنا بتهمها أنها بتنتمي لمؤسسات صهيونية، وبتحدها تظهر وتقاضيني وندخل في مناظرة على الكلام ده وتحاكمني لو هي صاحبة حق. وحكى ان واحدة من فريق المعدين في برنامج دائرة الضوء سألتها وهي واخدة الدكتوراه في ايه؟ قالت لها انا واخدة الدكتوراه في الاعجاز العلمي في القرآن الكريم. سأل دكتور محمد عيسى داود طب ايه علاقة الاعجاز العلمي بالقرآن الكريم بالماسونية؟ طب انت خريجة كلية ايه؟ محدش يعرف. وقال ان مساعدين الاخراج والمعدين لاحظوا انها بتقرأ ايات القرآن غلط على الهوى، وفهموها ووجهوها وما كانتش بترد. وقال كمان ان كل ما حد كان بيسألها هي ساكنة فين كانت تدي كل واحد عنوان مختلف، وده خلى الوصول ليها صعب جدا. وكانوا لما يقولوا لها هنبعت لك عربية تاخدك للحلقات كانت ترفض وبتقول انا هاجي لوحدي. دكتور محمد عيسى داود قال ان دكتور مايا صبحي كانت بتتهرب دايما من استقبال اي حد في بيتها، والرد دايما بيبقى انا مش فاضية نتقابل في المكان الفلاني، وكانت بترفض اي حد يوصلها لبيتها، وكانت بتنزل في نص الطريق لو حد موصلها وتقول لهم انا سايب عربيتي هنا نزلوني عند العربية وانا هروح. وكل مرة كانت بتطلب تنزل في مكان مختلف. دكتور محمد عيسى داود حكى عن قصة كمان عرفها عن دكتور مايا صبحي، وقال انها حبت حد ذو شأن وكان حبها ليه لدرجة العشق. وقال ان هو اللي حكى لدكتور محمد عيسى عن الموضوع ده، وحكى له انها قالت له انا هخليك اغنى واحد على الارض، وانه كان مذهول من كمية الحب الغريب ده.
وكانت نصيحة دكتور محمد عيسى داود ليه حسب ما حكى ان هو في منصب مهم وان حبها ليه ده مجرد استهداف لشخصيته ومكانته، لانه ليه علاقات بناس مهمة كتير، وانه كده هيتم تجنيده بشكل غير مباشر للماسونية. وحكى انها كانت بتكلمه بالساعات في التليفون، وانه حصل موقف غريب بينه وبين دكتور مايا الصبحي، ان هما كانوا واقفين هو وهي ومعهم 6 اشخاص تانيين، وكانت بتكلمه هو بس وبص في عينيه وبتقول له انا بحبك جدا جدا ومش هسيبك وما الى ذلك من الكلام ده. ولكن الغريب ان محدش من الستة اللي واقفين سمعوا اي كلمة من اللي قالتها، هو بس اللي سمعها، ولما سألهم قالوا له ما سمعناش، ما قالتلكش حاجة من الكلام ده. الشخص ده اعترف كمان لدكتور محمد عيسى داود ان دكتور مايا صبحي قالت له انها تصطحبه في رحلة جوف ارضية، ومش هو بس اللي قال ده لدكتور محمد، في بنت تانية كمان حكت له ان دكتور مايا قالت لها نفس الكلام ووعدتها انها تاخدها معاها في رحلة لجوف الارض من غير ما تعرف انها قالت الكلام ده لحد غيرها اصلا. ما تقولش لحد من الاخر. دكتور محمد عيسى داود حاول يعرف عنوان دكتور مايا صبحي من الشخص اللي هي حبته ده، وكانت المفاجأة ان هو كمان ما يعرفش عنوانها، وقال انها مرة كانت تقول انها ساكنة في شارع الطيران، ومرة تقول في مساكن شيراتون وهكذا. ومن الحاجات الغريبة اللي حكاها الشخص ده برضو ان عينيها كانت بتتحول لشكل طولي، ودكتور محمد قال ان المشهد ده ما شافوش في حياته الا في حالة واحدة، وهي جاسوس تم تصنيعه في اسرائيل وكتب عنه كتاب بعنوان مهدي منتظر صناعة اسرائيلية. وقابل واحد في الحالة دي وعينيه بتتحول للشكل الطولي، وقال ان ده معناه ان الشخص ده في حالة مس شيطاني كلي، ومتاخد عليه مواثيق وعهود بالدم بطقوس شيطانية. يعني الكلام ده معناه من وجهة النظر دي انها كمان كانت في حالة مس شيطاني ومتاخد عليها مواثيق بالدم، يعني هي كانت تحت سيطرة الشيطان ولا ايه؟ انا ما اعرفش، انا مجرد بتساءل معاكم وبعرض لكم كل اللي جمعناه، واحنا جمعنا تقريبا كل حاجة عنها. هل هي مثلا كانت مزقوقة فعلا من الماسونية وهي جزء منها؟ هل ليه تم الموافقة على ظهورها، مع ان برضو احنا ما بيبقاش عندنا هذه الحرية المطلقة ان حد يطلع يتكلم في نظريات المؤامرة في البرامج بالشكل الفج ده؟ ليه حياتها كانت غامضة بالشكل ده؟ ليه ما حدش يعرف عنها اي معلومة؟ فين اهلها؟ ليه ما عندهاش صحاب يتكلموا عنها؟ هي فعلا ظهرت فجأة لتأدية رسالة معينة واختفت بعد ما الرسالة وصلت وحققت المراد؟ هل ممكن تظهر تاني بنفس الشخصية ونفس الاسم وتبرر اختفائها، ولا الاحتمال ده منعدم؟ محدش عارف هي عايشة ولا ميتة، ولا في جهة اللي اجبرتها على الاختفاء، او ممكن تكون موجودة في مكان امن وممكن تظهر لنا في وقت تاني. هل هي فعلا الشخصية اللي بتطلق فيديوهات كل شوية من ناحية باب المعارضة وخلافه وشكلها متغير؟ احنا كل اللي بنسأله هي فين وهي مين؟ انا مش دوري ان انا جاوب، لان انا ما عنديش اجابات موثقة الحقيقة، انا العلم عند الله والغيب عند ربنا، لكن انا فعلا زيكم الموضوع فيه لبس كتير جدا، الموضوع اتاخد في ناحية المظلومية شوية، وان هي صاحبة الحقوق وان هي تم التجني عليها، لكن ليه ما بنفكرش في الناحية التانية برضو؟ ليه احنا بنفكر في كل حاجة في نظرية المؤامرة وما جينا عند دي ما فكرناش ان ممكن يكون الموضوع كله احنا المستهدفين بيه؟ من ضمن النظريات الغريبة يا جماعة ان اختفائها اللي ظهر في البرنامج كان هو الدجال مش دكتور مايا صبحي. يعني في نظرية قالت ان ده الدجال ظهر في شخصيتها واعلن على التكنولوجيا الحديثة اللي هتكون معاه على لسان هذه الشخصية اللي ملهاش وجود، وان هو بيتشكل باي شكل عايزه. في نظرية تالت 10 ولا اكتر قالت انها لم تكن من البشر اساسا. مايا صبحي قالت معلومات غريبة من الصعب ان حد يعرفها، ظهرت واختفت بلا اثر، مفيش معلومات، مفيش اهل، مفيش جهة بتوضح. الموضوع عدى ومر مرور الكرام وكأنها كانت طالعة في فيديو على النت، مش على قناة بيشوف البرنامج مئات الالاف. كل دي اسباب تخلي عدد كبير من الناس قالوا الموضوع مريب. الست دي مش انسانة، الست دي من جوف الارض، الست دي ممكن تكون جاية عشان تنقذ البشرية من مخطط الماسونية، ولكنها ليست ببشر. اكيد عندها اسرة، اب، ام، اخت، جيران، محدش منكم بيظهر ليه ويقول راحت فين؟ ولا الجهة اللي اخفتها ضغطت عليكم قوي ان انتم ما تتكلموش؟ ولو افترضنا فعلا ان تم اسكاتكم،
أو القضاء على من يعرفوها، فمش منطقي إن مفيش حد ما شافهاش ولو مرة. مفيش أي معلومات خالص، مفيش صفحة على فيسبوك، مفيش تويتر، كل اللي موجود دلوقتي فيك بالمناسبة. ولا هي ما كانش ليها وجود، ولا احنا تم التلاعب بعقولنا عشان يوصل لنا معلومة مش أكتر، والفيديوهات دي كلها صورت وخيلت لينا بالشكل اللي هم عايزين يوصلوه لينا. هل هي زي ما في نظرية قالت إنها أتت من المستقبل وعادت إليه؟ أيوة، في نظرية قالت إن في سفر عبر الزمان موجود، والنظرية دي على فكرة اتقالت كتير جدا، إن السفر عبر الزمن موجود وفي يعني تعتيم رهيب جدا عليه، وتقال إنها جت من زمن في المستقبل وأطلقت هذه التحذيرات لسبب ما أو لتجنب حدوث كوارث ما، وبعد كده عادت في آلة الزمن إلى الزمن الخاص بيها. أنا جاي النهاردة بخمن وبفكر معاكم، وقولولي إيه وجهة نظركم. بس اللي أنا عرفته إنها كانت بتجهز للحلقة رقم 13، وفي يوم معاد الحلقة تليفونها اتقفل وما حضرتش واختفت، وإنها اتصلت بعدها بكام سنة من رقم دولي بحد من أصدقائها، وكانت بتتكلم بصوت واطي يكاد يكون همس، وقالت له: عرف الناس ان كل اللي قلته ما يجيش 1 في المليون من الحقيقة. وحكت على حاجات بسرعة حصلت حاليا في مصر وبعض الدول العربية، زي ما اتكلمت عن تقديم القرابين البشرية وذبح بعض الأبرياء في الشوارع، وان في خطر رهيب ومحدش هيقدر ينقذها منه ولا ينقذ الناس من الأخطار اللي جاية. صديق دكتور مايا لما كتب الكلام ده على صفحته، البعض قال إن الموضوع كذب، ولما تم بعدها محاولة التواصل كان مسح البوست وقفل البروفايل وابتعد تماما. ومن سنة بالضبط مواقع كتير نزلت مقالات وبوست في وقت واحد، وكأن في اتفاق مسبق بينهم، وتكلموا عن عودة مايا صبحي بعد اختفاء سنين، وفضلوا ينوهوا عن ظهورها لكنها ما ظهرتش، وحتى الآن يظل اختفائها سر رهيب، زي بالظبط كل الكلام والمعلومات اللي قالتها هي حاجات رهيبة وغريبة وعليها علامات تعجب واستفهام لا حصر لها. خلص ملفنا النهاردة الملحق، ومش معنى انه ملف ملحق انه يبقى قليل او مش دسم او قصير او مش قوي، لكن فكرة الملفات الملحقة هتكون فيها تركيز أكتر على فكرة واحدة، شخصية واحدة، حالة معينة. ياريت تشاركونا بكل أراءكم بعد ما سمعتوا الملف ده بالكامل. هتدخلوا على جروب عيلة أحمد يونس، وده الجروب الرسمي الوحيد، وخلي بالكم هقول لكم العدد اللي فيه دلوقتي وانا بكلمكم، هو فيه فوق حوالي 157,000، فما تنخدعوش في اي جروب تاني، وادخلوا اكتبوا انتوا بتتبنوا اي نظرية، نظرية هل هي كاذبة، نظرية هل هي ضحية، هل هي اتت من المستقبل، هل هي كائن غير بشري على الاطلاق، هل يا رب يكون ملفنا النهاردة وافي وقدم لكم كل اللي حضراتكم تحبوا تسمعوا. تحياتي وتقديري، الملف من إعداد نوران أيمن، والتقديم أحمد يونس. كل اللي بيتابع قناة أحمد يونس على يوتيوب أو قناة رعب أحمد يونس، من فضلك اعمل سبسكرايب في القناتين، واعمل لايك وفعل علامة الجرس. احنا عندنا قناتين، القناة الأولى القناة الرئيسية الكبيرة اللي فيها فوق 1,200,000 اسمها أحمد يونس AHMADYUNESS، وكمان عندنا قناة بالعربي اسمها رعب أحمد يونس، بتضم حاجات أرشفية كتيرة جدا وحاجات حصرية. ياريت تشترك في القناتين وتعمل سبسكرايب وتفعل علامة الجرس. كمان احنا موجودين، انا ليا الصفحة الرسمية بتاعتي على فيسبوك اسمها احمد يونس، هتلاقيها موثقة وعليها علامة الفيريفيكيشن وبتقترب من 3 مليون. كمان انستجرام هو احمد يونس اوفيشل، اللي برضو فيه حوالي ما يقرب من 500,000، وتويتر هو احمد يونس برضو هتلاقيه موجود وفيريفايد. يشرفني طبعا ان انتوا تنضموا لكل ده، وما تنسوش تيك توك اللي بينزل عليه برضو رعب، فقرات قصيرة جدا وحصرية على تيك توك. شكرا، ودايما خليكم معانا، وكل جديد هتلاقيه معانا.